دي حادثه حلاوه روح بالنسبه لهم، وان ان احنا الحمد لله ظابطين عدد كبير جدا منهم، وان احنا يمكن قدرنا ان احنا الامور عندنا في شمال سيناء في ضربات امنيه بتتعاون مع القوات المسلحه كويسه جدا في العناصر الارهابيه. عندنا احنا جوه مصر هنا الحمد لله ظبطنا اعداد كبيره، حتى من بعد المؤتمر الصحفي اللي انا كنت عملته واعلنت فيه عن ظبط البعض، ان احنا ظبطنا ناس تانية يمكن امبارح لغايه امبارح بالليل ظابطين عناصر. وانا بطمن الشعب المصري بالنسبه في القريب العاجل هيتم القضاء عليهم جميعا، وبطمن الناس ان باذن الله مصر ستعود امنه باذن الله. انا عارف ان انتوا تشيلوا عبء كبير، وعارف ان على عاتقكم مسؤوليه كبيره، لكن انا ثقتي فيكم ان انتوا رجاله، واعلم جيدا مدى الروح المعنويه اللي موجوده عند قطاع الامن المركزي. اللي كل واحد فيكم بيعمله لاسرته، وبيعمله لناسه، وبيعمله لاهله، وبيعمله لاولاده. زي حضرتك مبارك كويس زي الفل. انت كويس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه. مش عايز حاجه؟ ها؟